السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيك. اتفضل. كنت بسأل بس حضرتك، أنا كنت تحس يعني ربنا يحفظكم، يعني أنا كنت تحس ساعات بقرارات قلت بتنزل كده، فرحت اكتشفت ذلك قال لي ما تحصلش ذكرى لأن ده نعم نعم قال لك إيه؟ قال لي ما تحصلش ذكرى. مش فاهم يعني. وبعدين قال لي ده مضر للذكرى وينطره بس والباقي ما عنه. هل فعلا القضايا كل مش بتنزل دي مش فاهم والله، مش مفروش منها او لم افهم السؤال، ممكن تعيد السؤال؟ بقول لحضرتك كنت بشتكي ان انا كنت بحس ساعات بنزول قطرات بول احيانا كنت تشعر بنزول قطرات بول منك، وبعد فرحت اكتشفت عن دكتور مسالك قال لي ما تعثرش. قال لك ماذا؟ ما تعثرش تذكر. ذهبت الى طبيب مسالك بوليه فقال لك لا تعصر الذكر، وبعد قال لي ده يؤذيه. وسمعت فيديو عن يعني الشيخ ابن عثيمين قال ان عصرت وضر وان تركته كر. ده مش حديث، هذا ليس حديث. كان ابن عثيمين سمعت الفيديو كده. والله اهل الطب اولى منا في هذا الباب. فهو نقصد يعني يا شيخ ان هو كان قال لي ما تعثروش لان ده مضر لي، وانطروا فقط وما ينزل بعد ذلك واعف عنه، لا تستبرئ منه ولا تستبرئ. لا، الفتوى ليست له. الفتوى الطبية له، لكن الفتوى الشرعية لغيره. فالفتوى سمعت عنه فعلا في الاستبراء. ما هو إذا كان هذا بصورة مستديمة، اصبر علي يا أخ الله يحفظك. إذا كان هذا بصورة مستديمة ولا يمكنك الاحتراز منه فكما أشار الطبيب، أما إذا كان ينزل هذا البول فقط لمدة ربع ساعة بعد ذلك ينقطع، فتوضأ قبل الصلاة بساعة أو أجل البول إلى بعد الصلاة. أو اللي بينزل في الملابس، ما أنا قلت لك الآن، قلت لك الآن إذا كان قبل يعني هذا البول ليس بصورة مستديمة، ولكن كلما قلت استمر بعد لمدة ربع ساعة، توضأ قبل الصلاة بنصف ساعة. ما هو نغسله، اغسله اغسله. السلام عليكم.